بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم النهاردة في المحاضرة بتاعتنا عن ازاي ان احنا نقدر نحضر ارواح. لا، عايزين نتكلم على خامة اليوتيليتي او اليوتيليتي شيدر والسكين شيدر والمات شادو والنورمال، كل ده في محاضرة واحدة. زي ما انتم شايفين يعني الواحد محضر سين تفتح النفس. نوقف الاخت دي وتعالوا نروح نعمل create armored surface standard shader. هاخد الستاندرد شيدر ده واحطه على السكال، تمام؟ مش انت، حط على السكال وهنشيل ده. وكده احنا شغالين على شيدر جديد خالص، ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي وهنعمل بيه ايه. مبدئيا اليوتيليتي عبارة عن نود بصراحة جميلة جدا. انا واحد من الناس اول ما بدأت اشتغل في الارنولد بصراحة تخيلت ان هي ملهاش لازمة، لكن كل حاجة بالتجربة بيطلع لها فوائد كتيرة جدا 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 جدا. اليوتيليتي فوائدها بصراحة للصبح. فهقول له open network editor، ده الستاندرد شيدر، تمام؟ خلينا هنا ونقفل دي ونجيب دي مكان دي، تمام؟ ونروح نحط اليوتيليتي نود. زي ما انتم شايفين اليوتيليتي نود ما فيهاش بارامترات كتير، لكن فيها كلام كتير قوي قوي قوي. لو سحبنا اليوتيليتي قبل ما نحطها مع الستاندرد، طبعا هي كده كده هتعمل درايفنج للديفيوز كولر في حالتنا دي، لكن لو وريناها لكم لوحدها هنلاقيها بالشكل ده كده. اول حاجه الشيد مود فيه هنا ان دوت اي. انا مش عارف ان دوت اي بيعمل ايه بصراحه، بس اللي اعرفه لامبرت فلات امبت اكلوجن بلاستيك. يمكن انا لفت نظري هنا الامبنت اكلوجن. لو عملنا امبنت اكلوجن هنلاقي ان اليوتيليتي مود طلعت لي الامبنت اكلوجن ريندر باس. طبعا المود ممكن اقول له كولر، فينا حاجات كتيره جدا. ممكن اقول له نورمال لو انا عايز اعمل لو عايز بيكنج للنورمالز. ممكن اقول له بوزيشن، البوزيشن بوينت. على فكره الباس ده مهم جدا في الكومبوزيتنج. وممكن اقول له الواير، هيديني الواير فريم، بس الواير فريم ده هيبقى احلى مع الفلات، تمام؟ هيديني الواير فريم بالشكل ده. ممكن اقول له بولي واير، تمام؟ طبعا السكال للاسف طلعت دنس قوي من موقع تي اف 3 دي ام. اوبجكت بيدي راندوم كولر، ودي ميزه حلوه جدا، بيدي راندوم كولر للاوبجكت. خلي بالنا من نقطه مهمه جدا، السكال زي ما احنا شايفين انا حاططها جوه كلونر. السكال دي كانت اكتر من اوبجكت. اليوتيليتي هتشتغل على اوبجكت واحد فقط، تمام؟ يعني ممكن نحط، مش عارف، ما جربتش ان انا احط انا الاوبجكت واحط عليه الخامه دي، لكن جربت احطها على الكلونر عمل كراش. معرفش هل هو طبعا مش مستعد اعمل كراش دلوقتي، بس مش عارف هل شيدرز الارنولد لو اتحطت على كلونر بتعمل كراش، ولا ده حصل صدفه. هدور في الموضوع ده وهقول لكم. لكن حالا احنا شغالين على الكالر مود اوبجكت. طبعا انت هنا اعمل زي ما انت، دي بامب ديفيوز، دي يو في، يعني بصراحه نود فيها كلام كتير قوي قوي قوي. انا اللي هستخدمه دلوقتي ان انا هشتغل على الكالر، وبدل فلات هنحط الامبت اكلوجن. في الامبت اكلوجن انا طبعا عندي اللون، ما علينا. الاوفرلاي مود ممكن اقول له واير، بحيث احط على الامبت اكلوجن واير او بولي واير لو انت حابب تطلع الريندر باس ده. اوباسيتي اظن واضحه. امبت اكلوجن ديستنس، الديستنس ده هتبقى واقفه على حسب حجم الموديل بتاعك. لو حجم الموديل كبير ممكن تزود ديستنس، لكن حجم الموديل بالمنظر ده مش هينفع نزود ديستنس. لو زودتها هيسود. لو خليناها خمسه
احنا قلنا نرفع بقيه عاليه 50 ده قيمه هبله، بس هنشوف ان هو اسود. لو خليناها 5 اعتقد في حاله او في موديل زي بتاعنا ده الدنيا مناسبه جدا، او 5 مناسبه جدا. ادي اول حاجه ميليوتيليتي ان انا اطلع منها الامبيانت اوكلوجن، مش هحطها لوحدها لكن ممكن احطها لوحدها، وممكن ان انا اوديها للستاندرد واقول له هات لي الديفيوز باث ونمسك Alt W X. او ما انا ما وصلتش اصلا قبل كده، تمام يا عم جميل، عشان نلاقي الامبت اكلوجن اتحط فوق او بقى هو الديفيوز باث. من ضمن الحاجات اللي هنستخدم فيها الامبت اكلوجن كعنصر بيدرايف الماتيريال بتاعي في الروفنس. لو احنا رحنا كده ورحنا هنا على السبيكولر الروفنس ورحنا على الامبت اكلوجن وجينا هنا في الديفيوز، قللنا الديفيوز شويه وخلينا السكال. حقيقه انا ما شفتش جماجم قبل كده، بس الله اللهم يعلم بالله ربنا، انا مش عارف ده ايه اصلا، بس حاجه زي كده. هنروح على السبيكيولر، لو رحنا اليوتيليتي كولر مش عارف لو قلت له اوبجكت ولا عبرني اساسا، هو كولر. هنرجع هنا ونروح للسبيكيولر و نرفع الويت شويه. خلي بقى الروفنس، شفت الروفنس المره دي عامل ازاي؟ تمام، ملوش حاجه لان هو driven by الامبت اكلوجن. لو احنا عملنا كنترول اس لان ممكن السينما يكراش مني في اي وقت، ونقرب. انا عارف انكم مش حابين تشوفوا المنظر ده، انا مش عارف اصلا ايه اللي خلاني جبت السكالز، بس حسيت ان عايز اعمل حاجه غريبه وهبله في نفس الوقت. فعموما خلينا على ده. ولو رفعنا، لو رحنا للفيرنل ورفعنا الريفلكتنس ات نورمال، عايز ارفعها قوي عشان يبان. زي ما احنا شايفين الامبت اكلوجن عامل شغل جميل قوي 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 في الفولوف بتاع الروفنس. اعتقد واخدين خامه كويسه على فكره، شكلها حلو، حتى السكال باينه اموره في الخامه دي. ما علينا. لو رفعنا ده كده برضه عشان اوريكم الدنيا ماشيه ازاي، هنروح لليوتيليتي. بصوا لو احنا رفعنا الديستانس بتاعت الامبنت اوكلوجن بقت ارعى، قصدي بقت بتلمع. اذا الامبنت اوكلوجن اقدر اعتبره ك باس بيعمل درايف لل البتاع دي الروفنس. لو احنا رجعنا ورا كده اعتقد الدنيا باينه قوي كده، مش عارف في 15 10 مش هعرف اوصل للنتيجه دي بالروفنس لوحدها. تمام، هخليها 5. حلو، ده بالنسبه للامبت اوكلوجن باس. لو رحنا لللامبرت، خلاص لامبرت ملوش لازمه بقى ان هو، لان لامبرت ده لون اساسا، ملوش اي لازمه ان هو ريموف او ديليت بورت. هروح هنا واقول له يدرايف الديفيوز. لامبرت عباره عن كلر، عباره عن كلر بيدي ملمس. لو تفتكروا في الشيدر العادي بتاع سينما 4 دي كان في اللامبرشن اللي هو بيبقى كلر بس بيحصل له سكاترنج بالضوء، يعني تقدر تقول بيساوي الخاصيه بتاعه الرفنس في الديفيوز. لو احنا رحنا هنا خدنا دي لورا بقى شويه، تمام، و الكلر جاي من هنا من دي. ناخد الكلر ده تمام، ونرجع هنا تاني، هنا الويت بتاع الكلر ده مع ده اكسيد للناتج اللي احنا قلنا عليه.
ده exceeded، ده هنقول نخلي ده 4 من 10، ويبقى هنا احنا عندنا 2 من 10 بس. تمام بالظبط كده، 2 من 10 اقل من، لكن ازيد دي صعبه شويه. ده بالنسبه لللامبرت. عندي بعد كده عايز بقى، مش عايز ده عشان ما تتهوش مني، عايز الويت ده اقلله شويه. تمام، وريفلكتنس ات نورمال اقلله شويتين. الروفنس نفس الموضوع. تعالوا نرجع لليوتيليتي، بدل لامبرت هحط بلاستيك. ادى لمعه مختلفه. ما تيجوا نعمل اسكال لونها فانكي شويه، نطلع بره جو الكآبة ده. تمام، خلونا في اللون البمبة المسخسخ ده كده مثلا، ظريف والله حلوه. ده بالنسبه للبلاستيك. نيجي للفلات. فلات مش هيشتغل بالكلر مود كلر، لا انا عايز اقول له بقى اوبجكت هيعمل راندوم كلر للسكالز. السكالز دي تحس انها زي البيض بتاع شم النسيم في الـ في الكالرز اللي قدامنا ده. ف هنقف على دي. ممكن احط البولي واير، واضح قوي بقى دلوقتي البولي واير بيعمل ايه، او ممكن يطلع لك باص شكله عامل ازاي، ولا ليها لازمه البتاع بتاع الاي او ديستانس. هقول له نان. طيب ده كده جميل جدا، ادي اليوتيليتي نود. واعتقد لو انتوا جربتوا هتلاقوا فيها كلام كتير جدا 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 على فكره. اليوتيليتي نود ما اعتقدش ان فيها كلام تاني اكتر من اللي انا قلته، بس هي ادت. لو انت حابب تدي راندوم كلرز للاوبجكت هتدي راندوم كلرز زي ما انت حابب. لو اتكلمنا بعد كده على نود او النود اللي وراها على طول، تمام، اللي هي النورمال ماب. النورمال ماب ممكن تطلعها ببرنامج زي كريزي بومب. لو دورت عليه على موقع سي جي بيرز هتلاقيه، كريزي بومب ده، عشان تديله صوره. طبعا لو كتبت كريزي بامب توتوريال على يوتيوب هتلاقي، هو خد توتوريال واحد بس، هو البرنامج مش مستاهل اصلا. بتدخل له الصوره، بيطلع لك السبيكولار باس والديسبيسمنت باس والنورمال باس والديفيوز باس والريفليكشن. ده اللي بيطلعه كريزي بامب او اي برنامج مكافئ زي اكس نورمال او غيره. يعني هنروح هنا وناخد النورمال في ديسبيسمنت، نورمالايز ونورمال ماب. نورمالايز زي الشيدر اللي في سينما، لكن نورمال ماب دي اللي انا عايزها. لو جينا هنا للانبوت، في عندي مين، عندي شيدر وعندي ماب. شيدر للنورمال ماب دي عباره عن ميكس نود. الشيدر يعني بيقول لك فين الشيدر اللي هنطلعه للبيوتي. طبعا الشيدر بتاعنا اللي هو ده، احنا بنجهز دول عشان تروح لده، ونطلع من ده لل شيدر نود. تمام، طبعا دي هتطلع على البيوتي. لحد حالا مفيش اي حاجه. طبعا انا مش مجهز اي نورمال ماب، بس بقى عندي شويه نورمالز كويسه. النورمال ماب طبعا مفيش، لكن في حالتنا النورمال ماب هتبقى عباره عن ايمج. هاخد الايمج وهروح هنا. انا فاكر ان انا عندي شويه نورمالز اعتقد في الباكس بتاعه اليمنت، Element 3D، فيديو كوبايلوت Element 3D. هنروح لبلجن ونروح لElement Installer. فين بيكسل لاب؟ اهي اهي. ناخد اي حاجة لميتال، لأي بتاع يعني. ناخد نروح للميتالز دي. انا هفضل ادور. طيب نروح للميتالز. الصور حجمها 17 ميجا، طبيعي ان هو ياخد وقت على ما يحملها. دي ظريفة بس عالية قوي، عالية ده هتبهدل السين بتاعتنا. عايزين ناخد واحدة عالية. اقصد ايه؟ اقصد ان هي دي حفر، يعني هتحفر. انا عايز بس ادي حاجة تكون قليلة شوية. طبعا الكلام ده تقولي طب انا هتحكم فيه منين؟ عندك في الكريزي بامب حاجة اسمها انتنستي. انتنستي لما تخف تديك حاجة زي دي حلوة قوي، لكن لما بتعلى بتديك حاجة زي دي. اعتقد دي حاجة للميتال بار. انا هاخد دي كويسة. تمام، طبعا دي عالية برضو قوي، ودي برضو كانت ممكن تبقى كويسة، لكن انا هاخد طبعا دي عاملة زي شبه المحيط.
انا هاخد دي اقول له اوبن، طبعا هيقول لي كوبي ماشي كوبي ما كوبيش عادي مفيش مشكله، هروح هنا واقوم رايح للاوتبوت وارميها للنورمال ماب. نستنى بقى لما نشوف ايه اللي هيحصل. عشان نشوف اللي هيحصل، مفيش هنا للاسف اي حاجه تخص الانتنستي بتاعت النورمال. لكن لو رحنا هنا ورحنا لليو في، لان مفيش طبعا مش معمول لها يو في، هقول له مثلا 10 في 10، واضح ان هي طيب. انا هاخد واحده يكون الانتنستي بتاعها عالي، نروح ناخد مش دي، طبعا هناخد دي مثلا، هقول open yes. طب لو وقفنا ده ظهرت هنا في الشيدر، لو قلنا open window فعلا ظهرت. هنروح هنا وهروح لل UV coordinates وهقول له خلينا باتنين واتنين بالظبط، هي ظاهره هنا. يبقى هنا ممكن يكون في هنا مش ماشي. خلي دي كيوبيك هتظهر هنا. لو قفلنا دي بقى وشغلنا ده، كنترول اس. انا مش عارف هل العيب في ده ولا لا. اكسبورتنج سين شكلها كانت في ريندر انستنس. بصراحه اول مره اجرب حاجه في الماجراف مع الارنولد، خصوصا في الماتيريالز. بصوا كده بدأ ياخد 4 جيجا، فعلا 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 كانت المشكلة في ريندر انستنس. كان في فعلا مشكلة في ريندر انستنس. لو احنا عملنا كنترول اس، بالمناسبة 5 جيجا خدوا مرة واحدة على ما بيعمل كاشنج للسين طبعا من كارت الشاشة. لو رحنا ل طيب انا عمال احلها بالطول بالعرض مش نافعة. حتى انا حطيت سواب ار ان جي، يعني نقلب الار والريد والجرين برضو ما نفعتش. الحل بقى، لان دي يمكن تكون معمولة واكيد معمولة في برنامج تاني، هروح هنا. وهو راح فين؟ كان في هنا اللي هو النورمالز. نورمالز. انا مش فاكر، يعني نادرا لما بدور على تاج زي ده. طيب شيفت سي ونكتب نورمالز. طيب اعتقد ان الاوبجكت ده لما طلع من ماكس او مايا واتيفر اللي هو معمول فيه، ما اتصدرلوش النورمالز، لان النورمالز لو ما اتصدرتش مفيش اي نورمال نورمال هتتقرا على الاوبجكت. طب عشان نشوف هل انا كلامي صح ولا غلط، هحط السفير دي مع السكال. شكرا. طبعا حملت سين تاني وقفلت السكال. هنقل بقى الماتيريال دي، انا عايز بس افك كده، هاجي ل 100
واخد الماتريالية دي من هنا احطها على السفير. زي ما قلت السكال ما كانتش طالعه بالنورمالز من البرنامج اللي هي طالعه منه، علشان كده النورمال ماب لما نزلت مفيش اي نورمال كوردينيتس كانت موجوده على على السكال. دي كانت النورمال ماب نود، وما اعتقدش ان في اي كلام تاني ممكن نقوله، باستثناء ان احنا لو جبنا خامة تانية زي دي ومفيش داعي بقى للحركة اللي احنا كنا عاملينها هنا اللي هي دي، لان الدنيا كانت من السكال. ادي النورمال ماب. في طريقة تانية على فكرة للحكاية دي اسمها بومب 3D، بس بصراحة نورمال ماب اوقع واحسن منها بكتير جدا جدا جدا. في المحاضرة اللي جاية هنتكلم على سكين، وهنتكلم على المات شادو. السكين من الحاجات اللي تقدر تعمل بيها، مش شرط انها اسمها سكين فيتعمل بيها سكين، لا، ممكن تعمل بيها سكين، ممكن تعمل بيها شمع، ممكن تعمل بيها عاج، ممكن تعمل بيها اي سطح فيه نفاذية للضوء، ورق شجر. كل على فكرة الورق، خامة الورقة، خامة ورق الشجر والكلام ده كله، مش شرط حتى تحط سب سيرفس كاترنج. انت بمنتهى البساطة لو تفتكر الباك لايت ده كان بيعمل فيك للسب سيرفس سكاترنج، حط باك لايت هتلاقيه بالمنظر ده كده. عايز يزود الموضوع حط من هنا سب سيرفس سكاترنج باللون اللي انت عايزه، وزود السب سيرفس سكاترنج بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا هنا الدنيا بزياده قوي، فانا مش عايز الدنيا تزيد. لو خليت دي ب 200 كتير قوي، لو خليتها مثلا 150، 100، تمام، ايوه بالظبط كده. ودي مثلا هخليها 5، ودي هخليها 5، تمام، وزودنا الدنيا شويه كده، هنلاقي ان كل واحده اشتغلت على حسب لونها. طبعا الديفيوجن بروفايل كيوبيك اوتوماتيك خليه امبيريكال، هتلاقيه زي ما انت شايف بقى فيزيكالي اكيوريت. طبعا النويز ده جاي من السامبلنج اللي في الريندر، اللي في الريندر سيتنج. اقفل بقى الباك لايت طالما انت اشتغلت بالسب سيرفس سكاترنج. في حاجه بالمره عايز اتكلم عليها اللي هي الاميشن. عشان اتكلم على الاميشن تعالوا الاول هقفل السب سيرفس سكاترنج، وهروح هنا هشيل ده وده والفرونت كمان بالمره والتوب، لا ده كده ظلمت خالص، خلينا على الفرونت. هروح للإيميجن و هقوم جاي معلي الإيميشن كولر، الإيميشن بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. واحد يقول لي طب الكولر أبيض، في حاجة ظريفة، لو احنا فتحنا ده تمام هنيجي هنا وأقول له إيميشن كولر وخد له دي، تمام. ده بالنسبه للاميشن كولر، وبالنسبه للاميشن عامه مفيش كلام تاني هقوله في المحاضره دي اكتر من كده. لكن في المحاضره اللي جايه ان شاء الله زي ما قلنا هنتكلم على السكان وهنتكلم على الماتشادو. اشوفك في المحاضره اللي جايه.